راح بحرككم مرة تانية. خلاص يعني شهر الصوم دخل فيه المرحلة الثالثة، خلصت مرحلة الرحمة وخلصت مرحلة المغفرة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة، ودخلنا في العشر الأيام الأخرى من شهر رمضان، وهي أيام العتق من النار. ربما كل الصائمين دلوقتي بيحاولوا على قد ما هم يقدروا إن هم يغتنموا فضائل هذه الأيام، بيبقى في تركيز أكتر في قراءة القرآن، في الاستغفار، في صلاة التراويح، بيضاف عليها كمان صلاة التهجد في النصف الأخير من الليل. الجميع بيجتهد في إن هو يلحق ما تبقى من الشهر الكريم في هذه الساعات الأخيرة من شهر رمضان. عشان كده كله بيحاول دايما يضاعف حسناته في الأيام، لأن طبعا رحمة ربنا مستمرة معانا على طول، والمغفرة دايما مستمرة معانا على طول، وإحنا في أيام العتق من النار. عايزين نفكر كده مع بعض ونحاول نعرف يا ترى في فعلا أدعية قد تكون مستجابة أكتر من غيرها في الأيام دي، إزاي نقدر نستقبل ليلة القدر، إزاي نقدر نستغل الأيام دي في عمل الطاعات والخير. كل ده هنعرفه مع فضيلة الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتكم، كل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك. أهلا. في البداية كل الصائمين بيسألوا إزاي أستفيد أفضل استفادة من العشر الأواخر، إمتى الساعات المستجاب؟ زي ما بيقولوا المواسم، زي ما هو ده موسم جوه موسم، في مواسم برضه في الساعات يعني. أكيد. فضل. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم من والاه واتبع هداه وبعد. ربنا عز وجل أكرم الأمة، أمتنا أكرمنا إحنا من أجل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يضاعف لنا الحسنات. مضاعفة الحسنات دي ما كانتش قبل أبينا إحنا. اللي قبلنا إحنا كان اللي يعمل حسن ياخد حسن. أما أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا ضاعف لها الحسنات إكراما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي بيقول للصحابة مثلكم المسلمين ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، يعني من الفجر لغاية نصف النهار على قراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قراطين، قال فأنتم هم. فقالت اليهود والنصارى ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من أشاء. فالحمد لله إحنا ربنا أخص الأمة المحمدية بأن يضاعف لها الحسنات. ومن المواسم اللي ربنا بيضاعف فيها الحسنات شهر رمضان المعظم، وبيضاعف أكتر وأكتر في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى سلم كان هديه أنه كان بيجتهد أكتر وأكتر في العشر الأواخر. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. شد المئزر كناية عن كثرة العبادة وكناية عن كثرة قيامه لليل صلى الله عليه وسلم. المئزر حاجة كانت بتلبس كان بيشدها أكتر، فهو كده خلاص هو كده تفرغ في كل الأيام. شد الحزام يعني. بالظبط. يعني كأن الأيام دي كلها للعبادة فقط لا غير. ليه؟ لأن هي آخر أيام من شهر رمضان اللي ربنا قال عليه أيام معدودات، وهو فعلا أيام معدودات فبتعدي بسرعة، فما ينفعش الأيام دي تعدي علي إلا وأنا طلعت يعني مغفور لي. لأن النبي قال آمين 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 من أدرك رمضان ولم يغفر له. النبي مش متخيل في واحد يعد عليه شهر رمضان وربنا ما يغفرش له، لأن رحمات ربنا عايزة تتنزل على عباده جميعا. فأنت إزاي شهر رمضان المعظم يعد عليك وربنا ما يغفرش لك؟ فالنبي قال من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله فدخل النار. فقل آمين فقلت آمين. فالنبي بيقول لنا يعني في معظم الأحاديث عليك أن تكثر من الأعمال، من الأعمال الخيرية ومن الطاعات في هذه الأيام عشان تحصل. الممكن واحد قصر في شهر رمضان المعظم في أول عشرة، في ثانية عشرة قصر، لا فضل لك العشرة الأخيرة، شهر العشرة عشرة العتق من النيران كما قال النبي صلى الله عليه وعلى سلم. فتدى يعني الفرصة اللي عدت منك خلاص لسه فضل 10 أيام، وفضل أفضل 10 أيام في الشهر وفي السنة كلها، لأن فيها
ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف نزلها على عباده برضو إكراما لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله. بس أنا عايزة أقف هنا فضيلة الشيخ قبل ما نوصل لفضل ليلة القدر والاستعداد للعشر الأواخر من شهر رمضان. أنا بس عايزة أقول حاجة علشان بيكثر فيها الكلام كتير. الناس بتقول تقعد تسأل أسئلة، هل لو أنا اتخانقت الصبح صيامي ما يبقى مش مقبول؟ هل لو أنا عملت حاجة غلط بيبقى صيامي غير مقبول؟ هل من المقبول إن إحنا نقول الصيام قد يكون مقبول أو غير مقبول؟ دي مش حاجة في علم الله سبحانه وتعالى. الصيام زي ما ربنا بيحاسب عليه بينه وبين العبد، فهو قبول الصيام أو عدمه ده بينه برضه وبين العبد. قبول الصيام وعدمه أمر موكول إلى الله عز وجل، مش الصيام بس، أي عبادة أي عبادة القبول بتاعها من عدمها أمر لله عز وجل. لكن أنا يعني كأمر شرعي ظاهر لي علامات ولي أركان اللي يتمثل بها اللي يعمل بها نقول دي عبادته صحيحة أو صيامه صحيح. واحد صام الأساسيات واحد مثلا صام عن الأكل والشرب بس، لكن قعد يسب يشتم يغتاب الناس يمشي بين الناس بالنميمة يشهد شهادة الزور ينظر إلى المحرمات، ده صيامه هينفعه بإيه؟ لن ينفعه بشيء، لأن أصلا الصيام ربنا ده ما صامش، يعتبر ما صامش أصلا، ده ما صامش، هو امتنع عن الأكل والشرب لكن اللي هو أقل درجة من درجات الصيام. لأن أصلا الصيام معمول عشان أنا أهذب النفس، مش معمول عشان كأن يبقى يوم الصيام ويوم الفطر عندي سواء، لا لابد يكون في اختلاف. النبي قال من يعني رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. الجوع والعطش بالظبط. في ناس بتصوم كده يعني عن الاكل والشرب بس، لكن عن المحرمات ما يصوموش. لم يصم عن بالظبط كده. فهو كده صيامه ولا له اي اثر ولا له اي معنى ولا له اي فائده عند الله عز وجل، ان هو لم يحقق الغايه المطلوبه من الشرع. ربنا قال في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عشان تتقي ربنا. التقوى ايه التقوى؟ التقوى انك تطيع الله عز وجل فيما امر وتبتعد كل البعد عن اللي نهى عنه والذنوب والمعاصي والسيئات. انا لو ما عملتش كده يبقى انا لم احقق الغايه اللي ربنا فرض فيها الصيام. فلا الانسان يصوم عينه ما تصدرش للحرام، يصوم لسانه طبعا ما يتكلمش كذب غيبه نميمه، يصوم سمعه لا يسمع حرام، يصوم رجله ويزيد من الاستغفار وقراءه القران حتى علشان ايه؟ طبعا يكفر على ده. طيب الحسنه بعشر امثالها. نعم. والله يضاعف لمن يشاء. نعم. ايه هي المكامن اللي فيها الحسنات بتيجي اضعافا مضاعفه ونقدر نستغلها كويس؟ من اولها لابد في شهر رمضان وفي غير رمضان وفي شهر رمضان اولى واكثر وافضل، لازم الانسان يحافظ على الصلاه في اوقاتها ويصليها في الجماعه كمان. لان النبي قال اي العمل افضل، لما سئل اي العمل افضل قال الصلاة على وقتها. أصلي في جماعة في شهر رمضان، أصلي في جماعة، لأن الصلاة الفريضة في شهر رمضان كأنه صلى 70 فريضة في غير رمضان أجرها. فإن صليت مثلا ظهر ربنا يديك أجر 70 ظهر في غير رمضان. اللي صلي النافلة في شهر رمضان كأنه صلى فريضة في غير رمضان. أيضا على المسلم في شهر رمضان أنه يحافظ على صلاة النوافل اللي هم 12 ركعة. النبي قال من صلى 12 ركعة لله تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فأنا في شهر رمضان أحافظ على 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعديه واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر. برضو في شهر رمضان أحافظ على قراءة القرآن الكريم وبالذات في العشر الأواخر. خلاص اللي قصر في الأول يلحق يتدارك في العشر الأواخر دي، إن الحرف تقرأه في القرآن الكريم بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف كما قال النبي، ولكن ألف ولكن حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن الكريم يشفع لك يوم القيامة، القرآن الكريم يأخذ بيدك ويدخلك إلى الجنة، القرآن الكريم يشفع لك يحاج عند الله لك. يقول القرآن الكريم يأتي القرآن الكريم يا ربي، كان يعني يتلوني يا ربي حله حله يعني لبسه حاجة حلوة. قال فيلبس حلة الكرامة، قميص حاجة حلوة كده، ثم يقول يا ربي حله
قال فيلبس تاج الكرامة، ربنا يديله تاج قارئ القرآن الكريم. ثم يقول القرآن الكريم يا ربي ارضى عنه، قال فيرضى الله عنه. الإمام الكسائي من أئمة القرآن الكريم، من أئمة القراءات، شافوه في المنام بعد كده قال له يا إمام بما غفر الله لك؟ قال غفر لي بالقرآن. فربنا غفر له بالقرآن إنه كان يقرأ القرآن الكريم. فأنت طول عمرك لابد، ما ينفعش يعني يعد يوم من أيامك بدون أن تنظر إلى القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل، هو رب نزل على سيدنا النبي، وهو في رسائل ليك تمشي به في هذه الحياة الدنيا. اللي يقرأ القرآن الكريم ربنا ينور له كل جوارحه، ربنا ينور له طريقه، ربنا يهدي، وربنا يهدي أولاده، وربنا يهدي بناته، وربنا يهدي كل المجتمع بالقرآن الكريم. ليه؟ لأنه كلام الله عز وجل. وتدريب على القراءة، وتدريب لحسن الذاكرة، وتدريب على اللغة العربية، كل حاجة، وتدبر في آيات الله، والشعور بالإطمئنان. يعني احنا بنتكلم في فوائد كتير قوي، دين ودنيا طبعا طبعا، ويعني بنتكلم في الاثنين مع بعض. طيب معروف ان رمضان ده شهر الخير يعني، والناس قد ما بتقدر انها بتحاول تخرج صدقاتها وتخرج زكاتها. بنلاقي ناس كتير قوي من وجهة نظرنا بنبقى حاسين انهم غير مستحقين للصدق، وبنبقى حيرانين ما بين لا ترد السائل وما بين الناس دي فعلا بتمتهن التسول كمهنه. نعمل ايه؟ ربنا فرض الزكاه لناس معينين، قال انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الايه او الاصناف الثمانيه، من اهمهم فقراء والمساكين. انا كمسلم وجبت علي الزكاه، سواء زكاه مال او سواء زكاه فطر، يجب علي ان اتحرى من الفقر، اتحرى اطلع فلوس وخلاص واقول نيتي خير والمحتاج، لا خد وخلاص، لا، ربنا لم يامرني بذلك، ربنا امرني ان اتحرى ولا اتساهل في اعطائي للزكاه، لان الزكاه دي لابد ان تصل الى مستحقيها. بعض الناس كما قلت حضرتك يعني يتسولوا او اعتبروها مهنه، لا، الله يقول لا يسألون الناس إلحافا. طب هو ده صاحب الصدقة، يعني اللي هو الفقير المتعفف، عنده عفة، يا فلان الدين ما يقدرش، يستحي أن يقول لك الدين. وده أو هؤلاء ما أكثرهم، هم ممكن يكون قاعد جنبك في البيت وانت ما تعرفوش، لكن في ناس تانية عارفة. فأنت لو ما تعرفيش أو ما حدش يعرف اللي هو مستحق، في ناس تانية يعرفوا، ناس موثوق منهم. هي أنا بس عندي هنا بقى برضو توقف، يقول لك دايما ايه، لا ده معمول عليه دراسه، معمول عليه بحث، الاسره دي عاملين عليها بحث، الجمعيه دي بتعمل ابحاث في المنطقه دي على الناس الفقراء. مين بيعمل الابحاث وايه هي الكيفيه اللي بتتم بيها هذه الابحاث؟ لو هي الجمعيه، وازاي هي برضه ما تزعلش مني، يعني نقدر نقول ان هي مضمونه 100%؟ ما هو ممكن يكون حد مش غير مستحق. عشان كده اضمن حاجه انا شخصيا صاحب الزكاه، أنا اللي أبحث عن الحالة المستحقة، عن الحالة المستحقة. أنا ما أعرفش، أشوف ناس أو أوكل ناس مضمونين عندي إنهم يبحثوا عن الحالة المستحقة. وطبعاً الأقربون أولى بالمعروف، الدائرة الأقرب. نعم، الصدقة على القريب صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني صدقة تأخذ أجر الصدقة وتأخذ أجر صلة الرحم كمان معها، فدي أجر عظيم. والله يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. سيدنا أبو طلحة لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال رسول الله هذا أو هذه بستاني فاجعلها لله، فقال النبي ضعها في الأقربين. فالأقربون يعني دور على الناس القريبة لك، لو كانوا فقراء ومحتاجين هم أولى الناس بالصدقة وبالزكاة. يعني للحفاظ على فضائل كتير، للحفاظ على الستر، للحفاظ على الترابط بين المجتمع، الأسرة، للحفاظ على الشكل العام للأسرة الكبير، ان ما يبقاش فيه فروقات كبيرة ما بين الأسرة فتؤدي للتباعد. يعني اكيد طبعا، يعني كل احكام ديننا دايما بتعمل اللي فيه الصالح. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا، نورتنا وشرفتنا وعرفتنا كتير من المعلومات. فضيلة الشيخ محمود عويس، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم، الله بارك الله فيكم.